كان يهتم بالافراد تاعو بالجوانب الاجتماعيه تاعهم، يعني ما كانش يهتم غير بالجانب التدريب او جانب القتالي او جانب التحضير القتالي وغيره، كان يعطي اهميه كبرى للحياه اليوميه نتاع الافراد، الحياه اليوميه للافراد، واقصد المعيشه نتاع الافراد والحاله الاجتماعيه تاعهم. مثلا السكن، انا اذكر حادثه في 87، سالني قال لي عندك سكنه ولا ما عندكش؟ قلت ما عنديش. دخل وحصلت على سكنه. مثلا في الحج في 2010 بعث لي زوج سوا جوازات تاع سفر، حجيت انا والزوجه تاعي. نهار مرضت مرض شديد، وكنت هنا في بوسعاده، يعني تكفل بالنقل نتاعي من بوسعاده الى المستشفى العسكري بعين النعجه جوا، وكان يتبع في الحاله نتاعي يوميا حتى ارتحت وخرجت من المستشفى. وانا لما نقول الكلام هذا ماشي غير عليا انا، يعني هو كان يهتم بالناس كل، يعني بالناس كل، يعني في الجنوب في الغرب في الشرق اينما وجدوا الافراد كان يهتم بهم ويتبع الاحداث عن كثب. هرم، اقول الجزائر فقدت هرم اشهد له بالذكاء الحاد، اشهد له بالذاكرة القوية، أشهد له بالقوة والقدرة الكبيرة على التحمل. راك شفتوه كيف كان يتنقل ويصول ويجو لعبنا كامل التراب الوطني. ما نظنش أنا نقولها ونقول ما نظنش لكاين واحد يعرف الجزائر يعني جبر أكثر منه هو. وفي نفس الوقت راك شفتو إنسان صارم وكاين حاجة، يعني الفرد اللي يعود خدام ويعود في المستوى ويعود كذا يقدسوا مهما كانت الرتبه تاعو، كيعود فرد يعني خدام ومستوى هو اللي يقدسوا، هو يقدسوا ويحوس عليه ويتكفل به ويحترمه. هو فعلا يعني فعلا لولاه لكانت الجزائر راهي في شيء اخر، لولاه لانه فعلا اوصل السفينه المرسى نتاعها، والحمد لله تمت الانتخابات بسلام وتم تنصيب الرئيس، واليوم ما نخافش على الجزائر. انا نقول ما نخافش على الجزائر، ان شاء الله ربينا ايدي رجاله كما نقولوا باللغه.